السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل متابعين القناه. حلقه النهارده باذن الله هقولك على حل سهل وبسيط جدا وسريع لتدكيك البنطلون. التدكيك هو احنا بنقول عليه هنا في مصر يعني لما يكون استك او رباط او حاجه مخلوع من البنطلون وعايز يرجع تاني مكانه بنقول عليه ندكك البنطلون. معرفش بقى في بقيه الدول ايه. النهارده هقولك على حل سهل وسريع جدا هيخلصك من الورطه ديت. هي ورطه على قد ما هي حاجه بسيطه جدا، بس مجرد ما تعرفي ان وراكي حاجه زي كده ومطلوب منك ان انت تنجزيها تحسي ان يعني اليوم كله قفل. طيب عشان ما نرغيش كتير هنخش في الموضوع على طول. طبعا لما بيكون عندك استك او رباط او حاجه هتدككيها في الغالب او معظمنا او تقريبا كلنا يعني بنستخدم البنسه اللي هي ديت بنسه الشعر او الدبوس، يعني يا بنسة يا دبوس. تمام، النهاردة انا هستخدم حاجة مختلفة تماما هتنجز معايا في اقل من دقيقة كل اللي انا محتاجاه. انا عايزة شفاطة والدباسة. تمام، هعمل ايه بقى؟ هحط الرباط كده هدخلهم في الشفاطة والدباسة، شايفة؟ هبدأ اضغط. طب ثواني عشان شكلها الدباسة فاضية. عندي فعلا الدباسة كانت فاضية، اضطريت املاها دبابيس. وعملت ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده دبست الشفاطة او الشاليمو في البنطلون. وهبدأ اعمل ايه بقى؟ طبعا فرق شاسع ما بين البنسة والشاليمو، هتنجز معايا على طول. ابدأ ادخلها كده بشكل سريع، مجرد بس ما بتخش تنجز معايا في ثواني زي ما انت شايفه كده. الفكره من ان الشفاطه عشان الشفاطه طويله فهتطلع معايا بسرعه من الفتحه التانية. تمام، بدخل البنطلون بالرباط او الاستك لحد ما اوصل للاخر. في وقت بسيط جدا بلاقي نفسي انجزت المهمه دي بشكل سريع. طبعا كل ما كانت الشفاطه طويله كل ما كان احسن. هحاول طبعا ده عشان رباط فانا هحاول اخرج الدبابيس بس كده. طبعا لو استك قصي على طول وخلصي، بس لو رباط طبعا عشان الشكل فحاولي ان انت تخرجي الشفاطه وتخرجي الدبابيس والشفاطه بشكل يعني ما يخربش شكل الرباط. بس كده وكده اكون خلصت. وعايزه افكرك بحاجه، حاجه مهمه جدا، ان زكاة العلم تبليغه. يعني انا زي ما عرفت حاجه مهمه وبلغتك بيها فدور عليك انت كمان ان انت طالما استفدتي من الفيديو لازم تشيري مع اصحابك عشان الكل يستفيد. تمام، وكده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.